في الثعبان أنا موجود، في الثعلب أنا موجود، من أكون؟ من أكون؟ ثاء، نعم حرف الثاء. نحن كلنا نحب. مرحبا يا أصدقائي، هل تعرفون ما هذا الحرف؟ نعم أحسنتم، إنه حرف الثاء. تعالوا معنا لنتعرف على مجموعة من الأشياء التي يوجد بها حرف الثاء. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم أحسنتم، إنه ثعلب. كلمة ثعلب تبدأ بحرف الثاء. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم أحسنتم، إنه ثوب. كلمة ثوب تبدأ بحرف الثاء. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم أحسنتم، إنها كمثرى. كلمة كمثرى يوجد بها حرف الثاء. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم أحسنتم، إنه مثلث. كلمة مثلث يوجد بها حرف الثاء. يختبئ حرف الثاء؟ هيا يا أصدقائي، أين هو حرف الثاء؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، هذا هو حرف الثاء. انظروا يا أصدقائي، هذا هو حرف الثاء. لقد اختبأ حرف الثاء. في أي صندوق يوجد حرف الثاء؟ أحسنتم، يوجد حرف الثاء في هذا الصندوق. أين مكان حرف الثاء؟ أحسنتم، هذا هو مكان حرف الثاء. في الثعبان أنا موجود، في الثعلب أنا موجود، من أكون؟ من أكون؟ ثاء، نعم حرف الثاء. هيا يا أصدقائي لنكتب معا حرف الثاء. نكتب حرف الثاء هكذا. أحسنتم، هيا لنكتب حرف الثاء مرة أخرى. رائع، لقد تعلمنا كيف نكتب حرف الثاء. أحسنتم، أنتم أذكياء حقا. ما هي الكلمة التي بها حرف الثاء يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف الثاء؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم، ليث، ثاء، ليث، ثاء، ليث. ما
هي الكلمة التي بها حرف الثاء يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف الثاء؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم، ثعلب، ثاء، ثعلب، ثاء، ثعلب. ما هي الكلمة التي بها حرف الثاء يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف الثاء؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم، كمثرى، ثاء، كمثرى، ثاء، كمثرى. ما هي الكلمة التي بها حرف الثاء يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف الثاء؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم، ثوب، ثاء، ثوب، ثاء، ثوب. لنقرأ هذه الكلمة يا أصدقائي. مو ث ل ث، مو ث ل ث، مثلث، مثلث. هل عرفتم ما هذه الكلمة يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنها كلمة مثلث. نتولى لصحة الأفضل. أهلا بكم أصدقائي الأطفال، العقل السليم في الجسم السليم. هيا نتدرب مع دبدوب وأصدقائه لكي نحافظ على صحة أجسامنا وقوتها. هل أنتم مستعدون لكي نبدأ التمارين؟ 3 2 1، هيا بنا. حسنا، قفوا في مكانكم وافعلوا مثل دبدوب. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. أحسنتم، لقد قمتم بعمل رائع أيها الأطفال الأبطال. تحدي الجوهرة، علينا أن نجمع كمية كافية من الطاقة حتى نحصل على الجوهرة. هل أنتم مستعدون لكي نحصل عليها؟ حسناً، هيا بنا. بنشاط، بنشاط، هيا هيا يا شطار. بنشاط، بنشاط، هيا هيا يا شطار. أحسنتم، عداد الطاقة يرتفع بسرعة أكبر. أنتم أبطال أقوياء، لقد اقتربنا من الحصول على الجوهرة.
لقد قمتم بعمل رائع أيها الأطفال الأبطال. لا تنسوا الاستمرار في التمرين وجمع الجواهر الأخرى، ولا تنسوا مشاهدة الحلقات الأخرى. أنا نشيط وسأجمع الكثير من الجواهر، أنا وأصدقائي الأطفال. أصدقائي الأعزاء، لا تنسوا الضغط على اللايك. نتشرف بمتابعتكم ودعمكم لنا. نقول لكم من القلب شكرا لكم. نعم كلنا نحب أنشيد الروعة.